اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، صبري سراج وايمن جلبرتو. هنتكلم معاهم او هنكمل احتفاليه هذا الاسبوع، او هنختتم بقى احتفاليه البطوله ال 11. يعني احتفلنا بقى لنا 4 5 ايام بنحتفل، ان شاء الله دايما ربنا يديمها احتفالات. ازيك يا صبري؟ ازيك يا كابتن؟ زي الفل الحمد لله. الله يبارك فيك. يعني يوم جميل. طبعا اسبوع جميل. ايام جميله الحقيقه. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ الله يبارك فيك. لسه بيقول لي 2006 وبتاع. يا لهوي، لو السوشيال ميديا دي كانت برضه موجوده ايام 2006. دي نفس كتير برضه في 2006. لا شفنا. سافرت انت؟ لا انا سافرتش، بس انا هي نفس الاجواء. في ايه؟ انا مثلا كنت موجود في المطار بودعكم وانتم مسافرين، وبودع المجموعه اللي هي اصدقائنا اللي كانوا مسافرين. هم كانوا 40 واحد 50 واحد. ما دي كان 2006، هي بدايه ان يبقى في اعداد من الجماهير بتسافر ورا الاهلي بره مصر. كان في على طول بيبقى في ناس بتسافر، بس نتكلم كعدد. كانت بدايتها رادس 2006. فرادس 2006 لو دلوقتي انت هتحس هي نفس الاجواء، الناس رايحه مركزه على البطوله. ما كانش بقى ساعتها التوثيق كده. لا يعني كان معانا قناه. يعني ما كانتش لسه قناه الاهلي، كان بنطلع بكده يعني المركز الاعلامي يعني. وكان في كاميرا كده احد القنوات وقتها الخاصه، هي اللي كانت بترصد الكواليس. صحيح. بس والله جميل يعني، لو الناس مسؤولين عنها موجودين يسمعونا، لو قطعوا الحاجات دي ونزلوها هم هيكسبوا فيوز على السوشيال ميديا، ويفكروا الناس بالزمان الاحتفالات كانت عامله ازاي، ودلوقتي الاحتفالات جميله. كانت بنفس الاطار واللعيبه بتفرح. احنا ما بننام، احنا 3 ايام فما بننامش. يعني تيجي تنام تقعد وانت بتقلب في الموبايل تلاقي فيديو احتفال، تتفرج تلاقي نفسك الساعه بقت 5 6. الاحتفالات اللي ما بعد المباراه عامله ترندات، معظمها عامله ترندات يا صبري. ما زي ما ايمن بيقول، الواحد بيقعد يمسك التليفون وفاتح الانستجرام والفيسبوك، عمال يتفرج على الريلز والحاجات دي لحد بقى يعني ما بيجيلكش نوم. ريلز كتير جدا وكلها جميله وكلها مبهجه. يعني عملوا حاله، اللعيبه عملت حاله، اللعيبه عامله حاله كويسه، حاله لطيفه. لا وكرييتيف يعني. بيعملوا حاجات جديده، شغل حلو الحقيقه. يعني الصوره اللي واخدينها ما اعرفش تعرف تجيبها ولا لا، اللي هي في المطار، في دخله المطار ده التيوب اللي بيبقى من الطياره اعتقد لبره. بوستر فيلم. هو عمرو داخل على السوليه، داخل عليهم وواقف واملافف عامل كده بوستر. بوستر فيلم. بوستر فيلم. يعني فحاجات لطيفه جدا، عاملين حاجات لطيفه. حتى الناس خدت تقارن ما بين اللقطه بتاعت ساتلانا بتاعتنا دي، واللقطه بتاعت في مانشستر سيتي وهم برضو خارجين في الميكسد زون. يعني مشغلين اغنيه انجلش وبيفرحوا، بس عندك بقى الفرق هنا. بص هنا ساتلانا وهناك. بس الفرق دي مسمعه يعني اي حد. ناس تحت الديجيتال ماركتنج وهم بتحلل. لا دلوقتي عملها هتكسر يعني، لما تنزل على السوشيال ميديا هتشوف عامله ازاي. لا ده هو كمان بيغنيها بقى لايف. حاجه من جوه كده الاهلاوي، الحته الاهلاويه. برافو عليك، برافو عليك. جوه الحته الاهلاويه بدون اي مؤثرات، لا تحس كده ان الاغنيه مختلفه. لا بيقول من قلبه قوي قوي، ان هو اهلاوي اهلاوي يعني. الاغنيه مبهجه. الحاله، بص يا كابتن، هي حاله حلوه، حاله الماتش حلوه بالظبط. مساندات كبيره جدا، او مسانده من مجلس اداره النادي الاهلي، قبلهم الجمهور طبعا ومجلس الاداره. من وجهه نظري ان هم يستحقوا ان احنا دائما نشيد بمجلس اداره النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانه الحقيقه تعرض لعدد كبير من الضغوط خلال الفتره. صحيح. السابقه بمختلف بقى الميول. صح. ما بين التشكيل. طيب خلينا برضو نروح نبارك لاحد واحد من الاهلاويه الكبار ايضا، ومن الفنانين الكبار، النجم الكبير محمد لطفي. يا استاذنا. السلام عليكم. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي، الف مبروك. ازي الصحه؟ ازيكم كباتن؟ ازيك يا مساء الفل. مساء الفل يا فنان. كابتن برضه كان بيطلع في، هو كابتن برضه رياضه. هو على فكره رياضي قديم يعني. طبعا نجم. نعتبرك كابتن بقى عشان احنا متعودين على كابتن مش يا فنان. وحشنا جدا والف مبروك يا حبيبي. الف مبروك لنادي الاهلي، و يعني فرحتونا، ومستوى متقدم جدا، والمره ال 11، ويا رب ما يغيبش عندنا سنه زي السنه المره اللي فاتت. وان شاء الله دايما موفقين، وانا بحييكم. الماتش كان حلو جدا. اتفرجت على الماتش؟ طبعا اتفرجت على الماتش، والحكم الكوميدي. ما عجبكش الحكم؟ لا يا ابيض، انا هو سلانا يعني، خلانا متسليين، بس وزع اعصابنا. لا مش فاهم هو كان بيعمل ايه، بس يعني
الحمد لله هم عملوا مجهود على المدرب الجديد، وقدروا يعني اختيار موفق من مجلس الاداره. تحياتي لمجلس اداره النادي الاهلي كلهم جميعا، ويعني انا احييكم. طبعا انا مبسوط جدا كان النادي بتاعي ان ياخد. تحب الكابتن خطيب؟ يعني بتحب الكابتن خطيب؟ سلام. يا سلام، ده كابتن خطيب هو اللي علمنا كلنا كرديين يعني ايه الاخلاق، ويعني ايه المهارات، ويعني ايه الذوق، ويعني ايه كل حاجه. ربنا يوفقه دايما، وهو قدوه لينا كلنا. بتمنى له دايما التوفيق يا رب. شفت يعني احسن لعيب يعني في الماتش شفت مين؟ والله كلهم كويسين، والله مش واحد بس. كلهم كويسين يعني، كلهم عملوا مجهودهم. برضه الاهلاويه دبلوماسيه يعني، عارف، برضه ما تعرفش تاخد منهم حاجه. وقت الفرحه كله بيبقى كل وقت الفرحه يقول لك كله. لاعب نادي الاهلي او اي لاعب اي نادي في مصر بيمثل مصر في دوره افريقيه افريقيه مثلا، دوره، لا دوره بحر المتوسط، فده بيبقى يعني كلنا معاه يعني. ما بتفرقش ساعتها بقى اهلي، زمالك، مين، المصري، كلهم بيتساووا في اللحظات اللي زي دي. بالاضافه بقى الى ان لما يكون كمان النادي بتاع المشجع هو اللي بيلعب بيبقى ازيد شويه يعني. بيبقوا حالتين مع بعض في تشجيع الانديه المصريه في الدورات الدوليه يعني. لو عندك مشهد وعندك ماتش للاهلي، بتسيب المشهد تعمل الماتش الاهلي ولا بتكمل بروفتك وبعد كده تتفرج على الماتش بالليل؟ هسيب المشهد واجري ورا الحكم اشده يعني انت الحكم ده كنت لازم تبقى انت موجود في الملعب عشان تمسكه كده. حاجه زي ده ما ينفعش يبقى معاه صفاره، لازم تخبيها منه. يا نجم شرفتنا ونورتنا وسعداء جدا بوجودك معانا. شكرا جزيلا والف مبروك عليك. مبروك، الف مبروك، ودايما يا رب بالنجاح، ومفرحينا على طول ورافعين اسم مصر. متشكرين جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير استاذ محمد لطفي، احد الاهلاويه الكبار برضو. خلي بالك بيسيب الدنيا ويقعد يتفرج، ملوش حل على الماتشات. الفيديوهات، كان في فيديوهات بتطلع دايما للفنانين يعني اللي هم في ممكن يبقى سايب اللوكيشن في مهرجانات مثلا دوليه او حاجه، تلاقيهم متجمعين وقت ماتش للاهلي وياخدوهم في الكواليس. طبعا كان ابرزهم الراحل فاروق الفيشاوي الاهلاوي، رهيب. ليه فيديوهات ليه فيديوهات جميله كده. واحمد الفيشاوي دلوقتي برضه تلاقيه بيتمرن في الجيم او حاجه كده، تلاقيه لابس على طول تيشيرت الاهلي، يقول لك والدي كان بيحب العمده. ربنا يديله الصحه صلاح السعداني. احمد صلاح طبعا لكن انا بتكلم على العمده بقى، لان العمده كان ايامنا احنا يعني. فناننا القبطان كابتن نبيل الحلفاوي، نبيل الحلفاوي برضه على تويتر حاله صحيح. كلنا بنقعد نتابع اراءه، لازم تتابع اراءه. وبعدين بقعد اقول له يعني كذا مره ابعت له يعني حاول تخش معانا يعني، برضه الناس عايزه تسمع صوتك، عايزه تشوفك في قناه الاهلي، عايزه كذا. يقول لي انا ما يعني انا بدعوك على الهواء مباشره هو يا استاذ نبيل، علشان يعني تشرفنا في التواجد في اي وقت انت فاضي فيه. عايزنا احنا كمان نجي لك مفيش مشكله خالص، لانه الحقيقه استاذ نبيل بعيدا، استاذ نبيل حلفاوي يعني، بعيدا عن ان هو رجل اهلاوي كبير، ولكن مثقف كبير الحقيقه. صحيح، وفنان كبير. واحنا محتاجين لمثل هذه الامثله. صحيح. خلال هذه الفتره الصعبه جدا اللي يعني الراجل ما بيجي يتكلم على النادي، كل أندية مصر بيتكلم عليهم بشكل جيد جدا، ولكن حبا في النادي الأهلي بيبقى ليه طبع خاص كلام كده لطيف جدا. أنا بحب يعني بنهدي له تحية كبيرة جدا من طبع قناتنا، من قناة النادي الأهلي. صبري، مرة تانية نرجع للكورة ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي له دور كبير جدا جدا، والحقيقة من حقهم إن صحيح. إحنا نتكلم عنهم، من حقنا إن إحنا نتكلم عن كابتن خطيب، من حقنا إن إحنا نتكلم عن كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي. الحقيقة أنا يعني حابب أتكلم عن ثلاث نقاط تحديدا أنا شايف إن هم كانوا فارقين، أو تعامل الإدارة فيهم كانوا فارقين على مدار الموسم، وعملوا نقاط تحول كبيرة في الموسم ده. الأول هو التعاقد مع مارسيل كولر. كان في مدربين كتير تم ترشيحهم، لكن وقع الاختيار على مارسيل كولر، وكان الحقيقه اختيار صائب جدا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه كانت التعامل مع الملف الجماهيري، حضور الجماهير، والانتقال ان احنا نرجع نلعب في استاد القاهره، ده فرق كتير جدا معانا وفرق كتير جدا مع الفرقه. الحاجه الثالثه التعامل بعد الهزيمه من صن داونز، والهدوء الشديد اللي قابل بيه مجلس الاداره اللي حصل، والحاله اللي حصلت بقى بان احنا قفلنا على الفرقه اكتر، وما فيش اي طاقه سلبيه او اي اخبار سلبيه طلعت من عن عقوبات او او او
او اي حاجه تجيب تشتت او تسبب تشتت للعيبه. انا بشوف ان الثلاث حاجات دول فرقوا جدا في الموسم. الموسم ده كان ممكن يروح في حته تانية خالص لو كنا اسأنا اختيار المدرب، لو كنا اسأنا التعامل بعد مباراه سان داونز، او لو فضلنا بنلعب في الماتشات الكبيره بعدد محدود من الجماهير. فالحقيقه هم استحقوا كل التقدير وكل الشكر على الاداره الحسنه للملف من اول الموسم لحد دلوقتي، وحصدوا الحقيقه اللي هم كانوا بيأملوا فيه واللي احنا كمان كنا مستنينه منهم يعني. والحقيقه ايمن ما تلاقيش حد طالع يتكلم يقول لك انا عملت يعني. حتى الكابتن خطيب مثلا في الفيديو اللي هو راح يحيي الجمهور قام جاي واخد خطوتين لورا لما لقى الناس عماله تقول بيبو بيبو، ما هنعمل ايه بنحق يعني الراجل بيحب يعني بيستني المهندس خالد مرتجي يجي. لا انا اقصد ان هو كمان خد، لو هتهلنا تاني يا سمير لو سمحت، هتلاقيه خد خطوتين لورا كده عشان ايه الناس تشجع او يعني تحيي صحيح. مجلس اداره النادي الاهلي اللي بالفعل كلهم يستحقوا التحيه. فملفات مثلا الجماهير كانت مع عمرو بيه فاروق وخالد بيه مرتجي ودكتور محمد سراج وبقيه المجموعه اللي موجوده ومحمد الضماطي اعتقد كلهم، دكتور محمد شوقي، هي دي اللقطه اللي انا بتكلم عليها. هتشوف دلوقتي الكابتن خطيب بيعمل ايه. بص خد بالك يمكن ما حدش خد باله كتير من اللقطه دي، لكن بص بص الكابتن عمل ايه. خلينا نقف يا جماعه. وبعدين ايه لما لقى بيبو 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 طبعا ما غنوا البيبو فقام جاي واخد خطوتين ورا. بص في اكتر كمان من لقطه ثانيه تحيه. وخلي بالك مين اللي جنبه؟ استاذ محمد الكفراوي عضو مجلس اداره الاهلي السابق. بص حضرتك عمل ازاي. انا بشوف ان اللي بيحصل ده يعني والله بجد كلها حاجات تدرس ويتم تعليمها للاجيال صحيح. المختلفه الصغيرين اللي مش عارفين ومش ما بياخدوش بالهم. ده كان التعامل كمان طول السفرين. خلي بالك انا اسف عشان الفتره اللي فاتت اصلا كان فيها حاجات سيئه كتيره جدا صحيح. فاحنا مثل وتشكيك وكذا وكذا، فمثل هذه الامور اعتقد بيبقى لها دور مهم جدا. انا اسف ان انا اتكلمت. كان في اكتر من لقطه ثانيه كمان يعني حصلت. انا شفت مثلا اكتر من فيديو وكان بيبقى فيه كابتن خطيب، كابتن حسام غالي، وعدد من اعضاء مجلس الاداره مع المسؤولين هناك في المغرب، ويبقوا ماشيين وفي كلام مثلا بيدور، الاقي تلاقي الكابتن خطيب بيزق كابتن حسام غالي قدام، انت رئيس البعثه، انت وياخد هو وانت وياخد هو خطوه لورا. طبعا في التتويج بالغ جدا ان هو ما نزلش منصه التتويج وساب رئيس البعثه هو اللي يقوم بدوره وهو اللي يكون موجود على المنصه دي. حاجات الحقيقه انا اسف ان انا اقول كده احنا ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي. التمسك بالمبادئ وبالمثل دي وبالتسلسل وتحضير الاداري الكوادر وتحضير الكوادر دي حاجات احنا ما بنشوفهاش الحقيقه عندنا هنا يعني. في لقطه كمان دي موجوده اكتر على السوشيال ميديا. حد كان الكابتن محمود الخطيب بين الشوطين وهو واقف في الاستاد بيصلي. دي برده من اللقطات اللي يعني يعني عارف انت اللي هو ايه بيفرض ربنا بيصلي. ده برده ايه الاجيال الصغيره ممكن لما تشوف حاجه زي كده ايه اللي هيلتفت في دماغها، ان انت برده وانت بتتفرج على الماتش ادان ادن مثلا تقوم قايم ايه بيصلي. تصلي تدعي ربنا، تدعي لنفسك، تدعي للفريق. يعني دي حاجات كلها ايجابيه. ما بتشوف دايما رئيس النادي بتاعك في موضع اللقطه دي بتشوف دايما رئيس النادي بتاعك في موضع ان هو قدوه، قدوه ليك مش بس في الكوره، لا هو قدوه ليك في الحياه. انا على فكره انا كان اخويا الصغير كان اتمرن مع يعني في الاكاديميه بتاعه الكابتن، كنت انا باخد بالي دايما من الرساله اللي هو بيوجهها لهم ان الموضوع بعيدا عن الكوره لازم تكون شاطر في دراستك، شاطر في مع يعني عامه تبقى متفوق، تبقى اخلاقك كويسه، دي حاجات بيهتم بيها. فدي بتتنقل في النادي الاهلي. النهارده الشباب بتوع النادي الاهلي لما كلهم يشوفوا الكابتن رئيس النادي بتاعهم القدوه بتاعتهم، مفيش مشاكل، صوته مش عالي، موجود معاهم في الحاجه الحلوه، الحاجه الحلوه والمره. مجلس الاداره النهارده المشهد ده جماله في ايه؟ زي ما صبري كده بيقول كلهم بيطلعوا الماتشات دي، الناس دي عندها اشغال برضو يعني طبعا. عارفين ان عضويه المجلس الاداره دي حاجه تطوعيه صحيح، لكن النهارده الناس دي كلها بتطلع على حسابها وهي موجوده عشان تدعم الفريق وتسنده وتؤازره. موجودين مع مختلف الفرق، بنشوف مثلا المهندس محمد سراج مسافر عشان الطايره، المهندس الضماطي مش عارف موجود فين عشان اليد، المهندس الجرحي، كلهم الدكتور محمد شوقي على طول هتلاقيه موجود مع البعثه في كل بالظبط. المهندس خالد مرتجي ودوره زي ما بنقول كده وزير خارجيه النادي الاهلي، المهندس عمرو فاروق ودوره ازاي في كل الالعاب، هتلاقي دايما باشمهندس عمرو فاروق موجود في كل الالعاب. لو في ماتشين بيتلعبوا في نفس اليوم هتلاقي الماتش بيخلص من هنا يروح على الماتش في القاهره، بره القاهره، في كل حته. فالنهارده ده كله ده العمل الجماعي. النهارده الناس دي لما بتشتغل ما هي
هي بتاخد بكل الاسباب. وبعدين ما حدش بيقول لك انا بالظبط انا دي يعني انا تقريبا كلهم طلعوا معانا بيتكلموا بنفس الشكل معانا او مع غيرنا نفس الاتجاه ونفس الشكل بالظبط. فانت انت طبيعي بقى لما المشجع يشوف كده ده درس. الناس لما تشوف كده ما در اتعلموا يا جماعه الموضوع صحيح. بسيط. الناس ما صوتها مش عالي ما بي انا اسف اللفظ ما بيقلوش ادابهم على حد. حقوق النادي بيجيبوها بالطرق بيسلكوا كل الطرق. النهارده زي ما قلنا كان ملف الجماهير كانوا بيقعدوا يتريقوا على يقول لك البيانات بيعملوا بيانات البيانات ما في الاخر البيانات بقى في موضعها يعني في مكانها السليم. وفي الاخر الرد بيبقى فين؟ في الملعب لما بناخد بكل الاسباب ربنا بيوفقنا. وده اللي حصل في البطوله دي زي ما في 2006 كانت صعوبتها في ان انت هنا في ماتش الذهاب متعادل 2020 الوضع الحاله العامه كلها وتكاتف مجلس الاداره. النهارده تتكلم في 2023 كانت الفكره ان انت كلها بذكريات السنه اللي فاتت. فالنهارده انت تدرجت كل ده واحنا هنتكلم طبعا في بقيه الحلقه. قبل بس ما نتكلم في بقيه الحلقه انا الحقيقه من اللاعبين اللي عاملين حاله على في الاهلي ومع منتخب مصر خلال هذه الفتره كل اللعيبه طبعا ولكن محمد عبد المنعم تحديدا عامل حاله يعني مختلف. محمد عبد المنعم مع المنتخب فمش هنعرف نجيبه فجبنا سيد سيد عبد المنعم اخوه. سيد ازيك يا كابتن سيد كابتن بقى برضه الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. يعني الحقيقه احنا سعداء جدا 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 بمحمد وباللي بيعمله محمد سواء مع النادي الاهلي والنهارده مع المنتخب. يعني كون محمد يلعب من يومين مباراه بمثل هذا الجمال وبعدين يبدا النهارده مباراه المنتخب اعتقد ثقه كبيره جدا جدا يا سيد. والله واحنا بنشكر ربنا طبعا على المكسب في الاول ودي حاجه كبيره ربنا قدرنا بيها الحمد لله وكانت بطوله غاليه علينا قوي 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 وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله واحنا مستنيين مزيد اكتر من لعيبه الاهلي وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا كده باذن الله يا رب. لان السنه اللي فاتت احنا تعبنا فيها وعانينا فيها بجد والله وكانت لعيبه رجاله احنا بنحمد ربنا ان ربنا عوض اللعيبه دي بالبطوله ديت بان البطوله دي غاليه علينا قوي وان شاء الله مزيد من البطولات كده ومزيد من التالق لعيبه الاهلي وبنشكر مجلس الاداره طبعا ان هو موفر للعيبه كل حاجه وان شاء الله محمد يبقى عند حسن ظن الجمهور كده ودايما يبقى ربنا كرمه وثابت مكانه كده في ناديه طبعا ومنتخب مصر ان شاء الله دايما يا رب. هو محمد كان بيلعب حاجه تانية غير الاستوبر دي بصراحه يعني احمد حسن بقول لك اسمع بس احمد حسن النهارده قال لي جمله عبقريه كابتن احمد حسن يعني الصقر طبعا قال لي جمله عبقريه ايمن يا سراج قال لي ايه؟ قال لي محمد حاسس ان هو يعني اكبر من ان هو يلعب سرد باك يعني احنا عايزينه يلعب في نص الملعب والله او يعني او قدام عشان يعني ان نلعب سرد باك يا جماعه انا بعرف ارقص وبعرف ايه رايك في الكلام ده سيد؟ والله هو محمد في بدايه حياته اصلا اول ما راح النادي الاهلي كان محمد مركزه وكان رايح مهاجم كان لعب جناح شمال لحد حكى لي القصه دي لحد بقى الكابتن ياسر رجب ما شافه وقال له طلع انت يا محمد كذاك مدافع ففي الفتره دي محمد اتضايق شويه وكده. ايوه شفت فالكابتن ياسر رجب طبعا وعده قال له والله انا هتبقى افضل مدافع في مصر ان شاء الله وربنا كبير طبعا والحمد لله الحج بيتحقق اهوت ومحمد انسان يعني على خلق عادي وانسان عارف ربنا وقريب من ربنا فمنتظرين مزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من يبقى ربنا معايا كده باذن الله. اتفرجتوا على الماتش فين انت والعيله بقى والاحباب؟ والله انا اتفرجت مع ناس صحابي بصراحه لان انا يعني خلعت من الحج والحاج لان الواحد اعصابه كده اعصابه متوتره في الماتش دوت كان ماتش صعب علينا قوي طبعا ربنا كبير طبعا. لما محمد جاب الجون عملت ايه يا سيد؟ اشرح لي اللحظه بجد يعني ايه اللي حصل بجد؟ يا اسلام شعور ما توصفش والله يا كابتن والله بجد شعور ما توصفش يعني انا لحد دلوقتي بجد والله يعني ممكن اول لسه بادئ بقالي يومين استوعب ان الحمد لله البطوله 11 بقت بتاعتنا الحمد لله وان محمد يعني كان سبب بعد ربنا ان هو يحرز الجون دوت اللعيبه رجاله طبعا وبشكر اللعيبه كلها بصراحه يعني محدش ادخل بنقطه عرق اللعيبه كلها كان عندها على قدر المسؤوليه وكان على راجل واحد هو الاحتفال اللي احتفله محمد بعد الهدف ده احتفاله الطبيعي ولا هو كان يعني مشدود جدا جدا فما احتفلش قوي قوي يعني والله يا كابتن يعني انت شايف ايه يعني انا انت اقرب واحد ليه يعني
طبعا محمد والله قبل الماتش يعني مركزين من قبل الماتش الاولاني، بس كان نفسي ان تطلع النتيجه كانت تبقى كويسه، بس الحمد لله 2-1 برضه يعني النتيجه فيها انا مش فاهم بصراحه حافز يعني ان احنا رحنا نروح برضه ونبقى واقفين على رجلينا اكتر ونشتغل اكتر ونركز اكتر، فالحمد لله كان توفيق ربنا معانا طبعا. توقعت الاحتفال بتاعه كده بعد الهدف؟ والله يا كابتن هشام احنا اتظلمنا السنه اللي فاتت بصراحه. انا يعني انا اصل كان نفسي بيني وبينك هو راح للجون راح قصدي لل هو عمل الاحتفال اللي هو عمله وهو خارج من الملعب، يعني هو السنه اللي فاتت وهو خارج من هو خارج من الملعب بص يعني بص الجمهور بعد الميداليه الفضيه بص ناحيه جمهور الوداد وشاور على شعار نادي الاهلي فهو عمل كده احنا رقم واحد فلما جاب الهدف هو راح وقف في نفس المكان ده يعني نفس المكان وشاور لنفس المدرج وعلى الشعار قال لهم احنا رقم واحد يعني يا سبحان الله الاهلي رقم واحد في افريقيا بالظبط يعني احنا سعداء جدا بمحمد وسعداء جدا بيك لانكم الحقيقه من الواضح ان انتم كلكم عيله الحقيقه محترمه ويعني حسن الخلق وحسن الكلام موجود فيكم كلكم الحقيقه فانا بشكرك جدا يا كابتن سيد على وجودك معانا ودايما يا رب محمد في تالق ودايما بطولات يا رب يا رب ان شاء الله والف مليون مبروك للنادي الاهلي شكرا جزيلا مبروك لمصر كلها شكرا جزيلا يا حبيبي كابتن سيد عبد المنعم اخو كابتن محمد عبد المنعم خلي بالك برضو بتحس بال يعني هما برضو سيد تحس ان هو كان بيلعب لا طبعا اخوه أكيد. بس كان بيلعب طبعا بيبقوا عندهم يعني مشاعر العيله كمان بتبقى اكتر بكتير كمان أكتر من الجمهور العادي فبيبقوا قلقانين على ابنهم اخواتي كانوا يحكوا لي كده اقول لهم يا جماعه ما هو عادي لا يقول لك لا لا مش عادي تخيل مثلا هو يعني اسرتك بتتفرج عليك تلعب مثلا جبت جون فبيفرحوا لك لا قدر الله مثلا اتخبطت او وقعت هم ولو بتلعب بره مصر كمان قلقهم عامل ازاي صحيح خلي بالك فكره ان برضو محمد لعيب صغير من وهو صغير بيطلع معسكرات رايح كاس امم بطوله عربيه مش يعني فدي برضو بتفرق ان هو يعني متحمل مسؤوليه من هو صغير فدي برضو اسرته ممكن تبقى قلقانه طب الشهره الزياده دي ممكن تعمل فيه ايه لكن هو واضح ان هو لعيب يعني زي ما حضرتك قلت كده البيت مأسسه البيت كويس واضح يعني فهو لعيب هادي يعني هو رغم ان هدوءه ده ساعات بيوترنا احنا واحنا في المدرج بس لا هو لعيب يعني احنا النهارده هنجيب له شويه حاجات يا كابتن اسلام تثبت فعلا ان هو كان فيرود صغير طب يلا هات لنا الحاجه بقى طب ماشي يعني نبتدي بمحمد عبد المنعم انت عايزه ماشي نبتدي بمحمد عبد المنعم اتفضل يا كابتن صبري هو يعني احنا حابين نقول بس ان ارقامه يعني لحد ما تتحط على الشاشه ارقامه بتقول ان مش بس هو مدافع كويس لا انا ما اعرفش والله انتوا بتتكلموا عن محمد لكن لا. انا بشوف ان هو بالارقام اللي محققها في البطوله دي طبعا بالمستوى اللي هو مقدمه خلال السيزون كله ومن وقت بطوله امم افريقيا كمان ده افضل مدافع داخل القاره بلا منازع داخل يعني القاره اكيد بكل تاكيد بالنسبه لي هو الافضل يعني هو لعب طبعا في بطوله افريقيا شارك في 14 مباراه سجل 4 اهداف رقم في مهاجمين كتير في البطوله ما جابوهوش اصلا دقه تمريراته 91% رقم برضو محترم جدا وكبير الحقيقه مراوغات صحيحه وده رقم يعني اللي هو بقى كابتن احمد حسن كان بيقول عليه هو ده اللي احمد حسن قال عليه صح 5 مراوغات ال5 صح يعني ما اخطاش في ولا مراوغه طبعا دي الحاجات اللي كان برضو جيلبرتو بيقول عليها دلوقتي ان هي كانت بتقلقنا احنا واحنا قاعدين في المدرج ان هو الحقيقه لعيب كبير جدا فاز بالكره 183 مره خلال البطوله في مقابل ان هو خسر الكوره 14 مره بس احنا بنتكلم عن ارقام الحقيقه ارقام كبيره جدا لما بيقدمها مدافع صغير في السن وبيقدم هذا المستوى الكبير فانا بكل تاكيد شايفه احسن مدافع داخل القاره في افريقيا مش هقول من الافضل من المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا من الدول الافريقيه ولو اني شايف ان هو احسن من ناس كتير بتلعب في اوروبا يعني لكن خلينا نكون واقعيين هو بيلعب داخل قاره افريقيا لا هو افضل مدافع موجود داخل القاره دلوقتي يعني طيب مين تاني هنتكلم عنه لا ممكن نكمل كلامنا عن عبد المنعم لو هنجيب معانا صوره الهدف نفسها يعني لقطات الهدف بعيدا عن هجمه الجول الهدف نفسه الهدف في 3 لقطات والكاميرا موضحه تمركز محمد عبد المنعم كان فين وقت ما علي معلول حط الكوره تحرك التاني ازاي تحرك التالت اللي بعديه عامل ازاي 3 تحركات دول ده تحركات حضرتك كده لما هتشوفهم يا كابتن ده تحركات فلافيو ده فلافيو في 2008 بص هنا بص هو واقف فين عايزين نتكلم كمان على السكرين اللي اتعمل بالظبط يا بص هنا هو واقف اهو تقريبا اللي قدامه ده عمرو السوليه تقريبا هو سكرين عمرو السوليه هو قدام والسوليه ومعاهم مدافع وفي زوله بالظبط بص هيتقدم بقى السكرين اللي بعده
بص راح فين؟ هو اتقدم وفضل السوليه واقف عشان يحجز المدافع ويعملوا سكرين، بقى هو بقى المدافع بتاع الوداد الثاني اللي مع السوليه، هو والسوليه عاملين سكرين، فزولا مش شايف الكوره رايحه فين. صح. او ما توقعش. وزولا ده يعني اللي هو يعتبر اللي بيلعب بدماغه احسن واحد فيهم. بالظبط. الكوره في ماتش ازاي في كوره اتشطت في دماغه ردت قام عادي يعني الحياه. فالكوره اتحطت من معلول. دي فلافيو، دي فلافيو 2008. صح. كابتن اسماعيل وفلافيو الاسماعيلي، دي بص دي كور فلافيو، انت كنت ترفعها له ويقوم طالع على ما راح وركب الكوره، كان زولا يا دوبك لسه بيشب من على الارض. يعني كان خلاص، كان عدى خلاص يعني. بص محمد عبد المنعم صبري كان بيقول ايه، جايب 4 اهداف في البطوله دي، الاربع اهداف في البطوله. لا اربعه في البطوله. اربعه، الاربعه اللي صنعهم له علي معلول، علي معلول، والاربعه ضربات راس. بص هنا ده، هنا بص التيك اوف قدامه 2 مدافعين من الرجاء، ده ماتش الرجاء. علي معلول لعب له الاوفر واخد تيك اوف يعني رهيب، واصلا حطيتها حلو قوي، حطيتها حلو وصعبه يعني. احنا حتى واحنا في الاستاد بنتفرج ما كناش متخيلين هو جابها ازاي يعني بدماغه. احنا اصلا ما تخيلناش، قلنا ايه اللي جابه هنا، ما كانتش كره ثابته. ما كانتش كره ثابته. كره ثابته صح. بص هنا ده ماتش سان داونز. اوكي. 1-0 سان داونز، احنا ده جون التعادل. بص هو واقف فين يا كابتن اسلام برضو. هيتحرك التحرك الثاني، بس هنا المره دي التكنيك مختلف، ما طلعش للكوره، لما لقى الكوره قليله هتلاقيه نزل عمل زي سكوات كده ونزل لها وراح موجهها في الزاويه البعيده. يعني بص السكرينه اللي بعدها هتلاقي، بص هو ما نطش هنا، لقى الكوره تحت شويه وراح حاططها في الزاويه البعيده. الجون اللي هو بدايه البطوله يعني، هو معاه لقطه يعني، هو معاه اللقطه، هي البطوله سبحان الله هي لقطته. لعيبه الاهلي كلها في البطوله دي عاملين اداء رائع، بس هي اللقطه الاخيره والبدايه والاخيره معاه. وبرده علي معلول لو هنجيب برده كوره الاتحاد المنستيري اللي هي مباراه الذهاب اول مباراه، بص هو بقى هنا فين؟ بره ال 18 خالص. بص وقت ما بيجيب الجون هو تمركزه راح فين؟ يعني السكرين اللي بعدها هتلاقيه، بص يا كابتن في الست قرب الست يارده واخد الكوره وحاططها في الزاويه البعيده. يعني النهارده انت بتتكلم عن لعيب، والسنه اللي فاتت طبعا دي ما جبناش، السنه اللي فاتت في ماتش الرجاء 1-1 دور الثمانية كده نفس اللعبه، نفس اللعبه علي معلول. صح. وفي نفس الجون ده نفسه حتى اللي هي المرمى ده. فالنهارده هنتكلم على التكنيك، لاعب هو في مركزه كقلب دفاع مميز، كورته مميزه، لما بيطلع يعمل الزياده الهجوميه مميز. فالنهارده كل دي كواليتي لاعب في النادي الاهلي، بتبين لك ان يعني في شغل بيتعمل، في لعيب بيهتم بنفسه يعني، ده برضه هنا ده جزء ان اللعيب نفسه بيهتم طبعًا بنفسه طبعًا. في شغل هو مع المدرب بيعمله، وفي نفس الوقت شغل بدني عشان يفضل يحافظ على ده. ان هو النهارده التيك اوف بتاعه بسم الله ما شاء الله، تمركزاته في موضوع الهيد يعني هو مش متوقع. شوف هو جايب 4 اهداف بضربات الراس، الاربع اهداف كل هدف فيهم مختلف عن التاني. فالنهارده دي حاجه تحسب له، بنشكره عليها وبنقول له انت لسه صغير، لسه عندك المزيد، ممكن تبقى من احسن المدافعين مش بس في افريقيا، لا انت ممكن تبقى احسن مدافعين في العالم. كلنا بنشوف في الدوري الانجليزي المدافعين بيغلطوا ازاي، فالنهارده انت بص على نفسك هتلاقي نفسك لا انت واحد من التوب ليفل بتاع المدافعين، وهتكون ان شاء الله مع منتخب مصر لسنين طويله. يا رب يكمل له على خير. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الرأس الذهبيه ونرجع نكمل مره اخرى. كانت الرأس الذهبيه الحقيقه، احنا كنا لسه بنتكلم عن هدف فلافيو. عملها حطها الناحيه الثانيه كده غريبه. كنت واقف ثالثه شمال فوق ما انساهاش، كنت في الملعب ثالثه شمال فوق الدرجه اللي فوق بعيده خالص وشايف فلافيو بيتحرك، انا مش عارف هو بيعمل ايه، بينط وبيجيب الكره بدماغه يعني. تكنيك الجون نفسه انا فضلت واقف شويه لحد ما كده احتفلت، اللي هو بس احاول استوعب الجون ده داخل ازاي يعني، هو عملها ازاي. لا للامانه فلافيو كان حتى في كاس سوبر الصفاقسي كسبناه 2-1 اعتقد، كان تقريبا بعد البطوله دي مش فاكر، كان كسبنا 2-1، كان جيلبرتو برضو اللي عمل الكورتين لفلافيو، برضو فلافيو جاب جون بدماغه غريب كده يعني. فاكر الاسماعيلي برضو 1-0 دوري، الدوري هو كان في دوري كان دوري 2010 2010 الماتش الحاسم برضه اللي لفها دي 2009 لا 2009 ده اللي هو الدوري الحاسم ده برضه لعبها بطريقه حرس الحدود اعتقد حرس الحدود المباراه لا الماتش كان في استاد حرس الحدود استاد الماكس حرس الحدود يعني الماكس يعني البطوله دي كانت جميله برضه. طيب مارسيل كولر يا صبري، مدرب الحقيقه عمل طفره مع الفريق، لعيبه كتير استعادت مستواها، لعيبه كتير مستواها تطور جدا في الفتره الاخيره دي، لعيبه كانت بتعرض لانتقادات كبيره من السنه اللي فاتت، احيا مسيره حد زي بيرسيتاو مثلا اللي احنا كنا متعاقدين معاه عشان نشوف منه المستوى اللي احنا شفناه السنه دي، تعرض لاصابات كتير الموسم اللي فات
وحتى التعامل معاه السنه اللي فاتت في الدفع بيه وهو مش جاهز اغلب الوقت كان بيعرضه لاصابات تانية وكان بيخلي شكله وحش مع الجمهور وعلاقته كانت سيئه. الحقيقه تاو ما بين الموسمين كان عنده اصرار كبير ان هو يرجع. كولر صبر عليه لحد ما شفي تماما من اصابته ولذلك استفاد بيه جدا. بدا يحطه في المكان اللي هو يقدر يبدع فيه على الجناح اليمين عشان يدخل برجله العكسيه ويبقى قريب من المرمى. هو لعيب عنده ملكات كبيره جدا وذكي جدا في الملعب فقدر يستفيد بيه. لعيبه كتير جدا استعادت الحقيقه مستواها ولعيبه كتير جدا احنا كنا شايفين ان هي خلاص بنقول لا خلاص كفايه لا قدر ان هو يرجعها ويقدم منها نسخ تانية. شفنا لعيب زي مروان عطيه واحنا كنا شايفينه مع الاتحاد السكندري لعيب كويس احنا شفنا منه نسخه مختلفه تماما حتى تعديل المركز. احمد حسن كابتن احمد حسن يعني قال كلام النهارده مهم جدا كمان فيما يخص مروان عطيه. قال لك يعني هو نصحه احمد حسن نصح مروان عطيه ان هو يقرب ويشوط. صحيح صحيح لانه كتير بتجيله الفرصه فكتير بتجيله الفرصه قدام منطقه الجزاء ان هو يشوط وهو عنده الجرأه هو بيشوط لكن التسديده دايما مش متقنه. صحيح. فهو عنده الحته دي لو قدر يطورها يعني هو احنا كنا بنشبهه شويه كابتن هشام حنفي القدره على الجري الكتير وانه يظهر بين الخطوط للعيبه ويستلم وعنده الجرأه دي وعنده الشخصيه دي ويقدر يكمل بالظبط بالظبط لان كابتن هشام كانت رجله تقيله جدا وكانت مظبوطه على الجول. فهو مروان محتاج جدا يطور الحته دي هتفرق معاه كتير وهتفرق معاه كنجوميه حتى وكاسم طبعًا يعني طبعًا. لعيب ممتاز وفي لعيبه كتير الحقيقه اثبتت يعني حتى محمد عبد المنعم مع 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 سموحه في فتره الاعاره او في الفترات اللي هو طلع فيها اعاره وكان بيقدم مستوى كبير وكنا شايفين ان هو مدافع كويس لا اللي بيقدمه مع الاهلي السنه دي مستوى مختلف تماما حته ثانيه يعني. فده مدرب كبير. المدرب الكبير ده الحقيقه كمان بان كم يعني طبعا هو بان في ماتشات كتير لكن امبارح انا جايب شويه لقطات برضو تخص المباراه بتاعه يوم الاحد ونشوف الراجل ده عمل ايه وكان حضر ايه في الفتره. يعني احنا حصل ان الملعب كان وقف في الفتره بتاعه الشماريخ الدخان الكثيف ده خلى الملعب وقف شويه والماتش وقف ودي كانت فرصه الحقيقه ان هو شكرا لجمهور الوداد جدا جدا يعني جدا طبعًا. الاهلي اختلف تماما بعد الايقاف ده ليه؟ لان الراجل ادى تعليمات واضحه هنشرحها دلوقتي مع الحالات اللي معانا عشان نقول احنا الجون اللي جه ده ما جاش صدفه يعني احنا ما خدناش الركنيه دي صدفه وبالتالي يعني الركنيه نفسها كان فيها شغل فني كويس انما ما جاتش صدفه يعني هي مش كوره اتحطت لا كورنرز بسبب اعتقد احمد عبد القادر وسرعه هنشوف هنا يعني اتفضل هنا الكوره مع علي معلول. علي معلول هيعمل ايه؟ علي معلول هيعلق الكوره جوه ال 18. هو كان في تعليمات بقى بكده في الربع ساعه الاخيره دي بعد التوقف ان احنا دايما نحط الكوره عاليه جوه ال 18 عشان حاجه من الاثنين يا اما نلعب على السكند بول يا اما هناخد ضربه ثابته سواء ركنيه او رمي التماس وده اللي كان بيحصل. لما اتحطت الكوره ورجعت هنا دلوقتي زهير المترجي خد الكره من ناحيه الشمال. اللي حصل انه كان طبيعي جدا او هو كان عايز يعمل يبص على يحيى جبران ويحط له الكره في قلب الملعب عشان يقدروا يحتفظوا بالكره ويطلعوا بالهجمه. قفشه منع او قفل زاويه التمرير فاضطر المترجي ان هو يكمل بالكره فراح عليه ديانج وراح عليه ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وياسر ومحمد عبد المنعم بيشاوروا لديانج بيقولوا له ارجع بالكره للشناوي. ديانج ما عملش كده ديانج لف بالكره ورجع تاني ونقل نقلتين الكره راحت لمحمد هاني قام حاطط الكره تاني على طول زي تعليمات كولر ما قالت حط الكره جوه ال 18 فزولا قام مطلعها ركنيه ودي الركنيه اللي احنا جبنا منها الهدف. اوكي ليه انا بقول كده؟ ده مش صدفه لان في الاربع دقائق اللي هم استؤنف فيهم اللعب بعد الايقاف عملنا الكره دي اربع خمس مرات بنفس الطريقه وجاء اربع خمس برضو بالزبط. دي كانت تاني او تالت كورنر ناخده يعني كره الهدف دي تقريبا الكورنر التاني او التالت بعد اللقطه دي. أوكي. النهارده زي ما صبري قال كده مدرب بيتع يعني وعارف مشاكل الفرقه اللي قدامه بيتعلم من اخطاء صبري زي ما هم مميزين في ان هم بيلعبوا الضربات الثابته والكره معاهم بيلعبوها كويس هم عندهم كمان مشاكل في التنظيم في التنظيم الدفاعي اثناء الضربات الثابته وبالتالي هو لعب على الحته دي في اخر ربع ساعه انا هاخد ضربات ثابته كتير هناك وهجيب منها وقدر فعلا ان هو يجيب منها. فاحنا على فكره مدرب كبير التحضير حقيقة. لماتش الرجاء نفسه يعني عفوا الوداد باستثناء يعني هم لعبوا الكره اللي هي بتاعت الجون دي هم لعبوها مرتين لما خدوا الفاولات اللي بياخدوها بيلعبوها بالطريقه غير كده مفيش حاجه صح فالنهارده حتى الجول كان فيه توفيق كبير يعني فانت مطلعهم
من الجيم على ملعبهم اللي هم المفروض هم اللي عايزين يسجلوا. بس انا برضو مع احمد كابتن احمد حسن في هذا الامر ان احنا افضل فنيا بشكل واضح. طبعا انا قلت انا كان كلامي واضح من كابتن الاول ان الشناوي ما راحش عليه ولا كوره طول الماتش. الشناوي كان كل الكور اللي بتجيله كانت كور عاليه وبيطلع يخدها يعني ما فيش فرص يعني حتى الكره اللي دخلت كان فيها توفيق كبير. طيب. يعني خلينا انا اسف يا كابتن اسلام نستعرض ارقام كولر يعني نختم فقره كولر بالارقام بتاعته اللي هي لحد دلوقتي واحنا بقينا في توقف فهنستريح شويه. دوري بص يا كابتن اسلام الراجل يعني النهارده ده الماتشات اللي بيلعبها بص نسبه الفوز عنده مثلا في الدوري كسبان لاعب لعب 24 مباراه في الدوري 3 في الكاس و2 في السوبر بالظبط فالنهارده دي كلها نسب الفوز بتاعته بص في ال 19 مباراه كسبانهم في الدوري متعادل 5 مفيش خساره مسجل 45 هدف في الدوري مستقبل 7 بس الشباك النظيفه عدد كبير اللقب لسه الكاس مسيرته في الكاس النهارده بعد كده خد اللقب الكاس هو لعب فيه 3 ماتشات طبعا ماتش المقاولين بنعتبره ان هو تعادل وبعد كده كسب سموحه ثم بيراميدز في النهائي ماتش السوبر لعب ماتشين ببطولتين خدهم النهارده في دوري ابطال افريقيا بنتكلم باستثناء مباراه سان داونز احنا عاملين ارقام هجوميه رائعه البطوله اجمالا احنا مسجلين تقريبا 23 هدف ومستقبلين 10 اهداف منهم هو ماتش سان داونز ده ماتشين سان داونز من بعد ماتشين سان داونز استقبلت 3 اهداف لحد نهايه البطوله يعني الارقام نفسها حتى بتاعت البطوله قريبه لبطوله 2005 اللي كانت من اعظم البطولات الاهلي عملها كرقميا هجوميا ولكن طبعا مع اختلاف ان وقتها في 2005 ما خسرناش ولا مباراه يعني خلي بالك احنا عندنا رقم عظيم جدا في التهديف في البطوله دي احنا اول نسخه او اول بطوله نسجل فيها 11 جول خارج الارض دي مباراه افريقيا 14 مباراه فزنا 9 تعادلنا 3 خسرنا 2 سجلنا 27 بالظبط 27 استقبلنا 10 يمكن منهم 7 من سان داونز بالظبط وال 27 منهم 11 جول خارج الارض ودي اول مره الاهلي يعمل كده حصلت مرتين عشان نكون يعني واضحين لا حصلت في 2020 نسخه 2020 بس دي كان فيها كنا لعبنا فيها اطلع بره واطلع بره كانوا الماتشين هنا فكان في 4 جوال كانوا في استاد القاهره بس كان المفروض ان هو ملعب اطلع بره وحصلت في النسخه اللي بعدها كمان لكن كان النهائي بتاع كايزر تشيفز بيتلعب في المغرب على ارض محايده فدي الثلاث مرات اللي الاهلي فيهم مسجل 11 هدف خارج الارض دي تعتبر رسميا بقى او فعليا هي ال 11 هدف خارج الارض لانه كلهم فعليا. في ملعب المنافس يعني واربع بطولات من 4 خلق الدوافع ازاي التعامل مع المباريات النهارده فرقه الاهلي مرنه بتلعب باكتر من طريقه فلا يعني يعني حتى الان موسم استثنائي لهذا الرجل في وقت قصير عالج اخطاء كتير ويعني ان شاء الله ده لما ياخد كمان وقت اكبر ويريح اكتر ويستعد اكتر اكيد النادي الاهلي هيبقى بشكل افضل معاه. كيف تطور اداء بيرسي تاو؟ بيرسي تاو تعرض لموسم سيء جدا مع السنه اللي فاتت اصابات كتير جدا والحقيقه ان كان بيتسو موسيماني كان عنده مشكله مع بيرسي تاو او لان هو اللي جابه فانا عايز انا جايب لعيب يا جماعه ده لعيب كويس فانا عايز اثبت دايما ان هو كويس فكل يا دوبك ما يخف او منزله الملعب وبعدين اصر عليه هو مش جاهز لا فنيا ولا بدنيا ولا حتى اكتمل شفائه فبالتالي بيظهر بشكل وحش ماتش والتاني ويتصاب فالحقيقه ان هو اتظلم كتير جدا بيرسي تاو السنه اللي فاتت السنه دي مع اول موسم حصل له اصابه في الاول فالراجل كولر واضح ان هو قال لا يا جماعه ستوب الراجل ده مشكلته فين حلوها تماما طبيا ولما يبقى جاهز 100% وسليم يبقى يلعب وبدا يديله عدد دقائق لما خف تماما بدا يديله مشاركات تدريجيه ايام السنه اللي فاتت كان بيرسي تاو بيرجع من الاصابه يلعب 90 دقيقه يعني ينزل على طول في التشكيل الاساسي لا المره دي لا كان في تعامل مختلف خمس دقائق في 10 دقائق في ربع ساعه لحد ما بدا يلعب ال 90 دقيقه هو كمان بيرسي كان عنده رغبه كبيره وواضحه ان هو يثبت ان هو صفقه رابحه وصفقه كبيره فالحقيقه الاداء اللي قدمه السنه دي اكتر لاعب مساهم في اهداف في دوري الابطال صنع 5 وسجل 5 اكتر حد ساهم باهداف في البطوله دي والمستوى الكبير اللي قدمه حتى في احلك لحظات البطوله بالنسبه لنا اللي هي كانت ماتش الخمسه بتاع سان داونز اكتر لعيب كان واقف على رجله هو بيرسي تاو فقدم الحقيقه شخصيه كبيره جدا وقدم مستوى كبير انا بشوف ان هو افضل لاعب بس عشان اللقطه دي بالنسبه لي هي لقطه هامه جدا سيد عبد الحفيظ ماسك كورتين ما ده اللي احنا لقطه مهمه جدا ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن اسلام ويمكن اللقطه دي كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره في النادي الاهلي ماسك كورتين في ايديه بتبروز قد ايه انت عايز اكسب النادي والنادي الاهلي هي دي يعني السنه اللي فاتت مش كان في اخطاء اتكلمنا فيها حصلت
بنتعلم. طب ايه اللي اتعلمناه؟ دي واحده منهم. النهارده السنه اللي فاتت كانت بنشتكي ده من ايه؟ مفيش حد بيرمي لك الكوره في الملعب. طب فالكوره الكوره معانا خلاص، انا اللي هرمي، احنا اللي هنرمي الكوره. صح. فدي من الحاجات المهمه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان في تفصيله مهمه، يعني من الحاجات ليه انا بقول قبل الهوا كابتن اسلام كنا بنتكلم على 2006. 2006 كان الوضع ان احنا متعادلين هنا في مصر مع الصفاقسي، كسبانين، دخل فينا جون، الناس محبطه شويه. حضرتك حكيت لنا مانويل جوزيه عمل ايه لما شاف لعيبه الصفاقسي بتحتفل، ورحنا ازاي. النهارده الجمهور هو مسافر مؤمن بفريقه، عايز يساعد فريقه، كل التركيز ان هم مسافرين تونس عشان يرجعوا باللقب. المدرب عمل السيناريوهات بتاعته، الاداره جهزت الفريق، الجمهور راح عمل دوره، فربنا في الاخر كرمك ببطوله بالهدف اللي جبت ابو تريكه في الدقيقه 92. فالنهارده دي نفس الامر هنا في 2023 بتحصل. بص مع فرق السنين، بس انت رايح كسبان، بس كسبان في جون دخل فيك احبطك شويه، لان موضوع الجون باتنين مع سيناريوهات السنه اللي فاتت، فانت رايح قلقان. بص التصريح ده كابتن اسلام، ده بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، قاله ان لما راحوا هناك الجمهور لما ابتدى يوصل، مشجع كريم وهو صديقنا بالمناسبه، يعني كريم تهامي من الناس الاهلاويه الشباب، يعني ناس كتير سافر، قال له فكره، قال له احنا ممكن بما ان احنا على طول كل ما بنمسك الكوره الجمهور بيصفر علينا بالصفافير جامده، ملعب محمد الخامس، اي حد راحه بيقول لك احنا ما بنسمعش بعض، يعني لو انت قاعد انا قاعد جنبك في الاستاد مش هسمعك وانت بتتكلم من كتر الضغط. فقال له طب احنا ممكن في التمرين اللي مسموح للجمهور ان هو يحضره نعمل اللقطه دي، لما لعيبه الاهلي تبقى بتتنقل بالكوره احنا واحنا في التمرين احنا هنصفر. احنا معانا فيديو من التمرين، زميلنا احمد يماني كان هناك وحضر التمرين، صوره ويعني اداه لنا. بص يا كابتن اسلام، يعني لو هم يجيبوا الصوت ده، التمرين مش الرئيسي اللي هو قبله، التمرين الرئيسي ما كانش فيه جمهور، وهم واقفين بيصفروا، يعني لو الصوت يظهر للناس والطبلة. بص يا كابتن اسلام سامع الصوت ده، هم فضلوا مثلا في بتاع ربع ساعه وما بيعملوش غير كده في التمرين. ليه؟ عشان خاطر يعودوا اللعيبه شويه على الاجواء. النهارده ده دور، النهارده الجمهور راح، اللي مسافر المغرب هو مش مسافر يتفسح، هو مسافر، دي المجموعه حضرت التمرين، المجموعه دي وفي قدها كان موجود قدام فندق النادي الاهلي قبل ما يروح التمرين ده، يساندوه ويأزروا اللعيبه ويطمنوا اللعيبه ان ده كان بالاتفاق مع كابتن سيد. هو قال لكابتن سيد الفكره، كابتن سيد قال له تمام تعالوا التمرين واعملوا كده. فهم بص اهو رايحين ماسكين بعدد قليل يعني، بس في الاخر الملعب يعني صدى الصوت، ادت الغرض، يعني سمع الصوت قوي جدا، قوي يعني. قعدوا يصفروا فتره طويله كان اللعيبه عايشه المباراه، عشان اللعيبه حتى الجمهور في الملعب. بسم الله ما شاء الله لهم دور، يعني رايحين الناس مش رايحه تتفسح، يعني الناس رايحه عشان ليها دور هي عايز تعمله في الملعب نفسه. شفنا اعداد جماهير الاهلي كانت عامله ازاي، ناس جايه من مصر، مسافره من مصر، في من دول عربيه، من دول اوروبيه. فالنهارده بنتكلم الجمهور نفسه عمل دوره الملحمي في الاستاد، الاداره عملت دورها، الجهاز الفني عمل دوره، اللعيبه نفسها امنت بفكره ان هم لا احنا رايحين كسبانين ونقدر نرجع، واخطاء السنه حتى لما اتاخرنا بهدف كنا واقفين على رجلنا. لعيبه النادي الاهلي حتى أنا يعني للامانه حتى كره حسين الشحات رغم ان الانفعال صعب لان حكم تاني كان ممكن يطرده، يعني يتلكك ويقوم طرده، فالحمد لله ان هو عشان لان الحكم عارف ان هو غلط اصلا، ان الكره ما ينفعش في هجمه بالطريقه دي تصفر عشان خاطر في لعيب واقع، خصوصا ان لما كان في لعيب من نادي الاهلي عمل حركه عجيبه جدا. هو اصلا جري على اللعيب وبعدين سابه وراح يكمل الهجمه، وبعدين لما الكره راحت لكهرباء قام مصفر ورجع تاني. فيعني هو الشوط الثاني على فكره لما ديانج وقع هو ما وقفش الكره وهي في رجل لعيبه الوداد. فالنهارده مع كل ده لا، لعيبه الاهلي كانت واقفه وثابته. الشوط الثاني لما نزلوا هدوء تام حتى في التعامل مع فكره اللعيبه اللي بتقع وتمسك الكره وتنام بيها، كان في هدوء تام. فالنهارده لا، كل واحد في البعثه عمل دوره. حته الجمهور دي كنت يعني حابب اتكلم فيها كابتن اسلام، ليه؟ لان الناس بتفتكر لان الناس بتفتكر برضو الناس دي مسافره بتحضر الماتش وبتتفسح. لا هو يعني تكبد بس له دور، له دور صحيح. يعني هو تكبد النهارده فلوس في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي، النهارده الناس دي سافرت، الناس اللي راحت من اوروبا، الناس راحت من الخليج، فالنهارده هو موجود مش بس لا ده بيصحى من النوم راح الفندق عشان اللعيبه وهي رايحه الاستاد، ويبقى واقف معاها بيساندها عشان لو مثلا ايه ما يبقاش في جمهور مثلا الوداد يروحوا يعملوا المناوشات اللطيفه بتاعتهم، لا هم احنا موجودين معاكم قبل التمرين، في التمرين احنا موجودين برضو معاكم، واحنا في الماتش موجودين معاكم، بعد المباراه في شوارع كازابلانكا راحوا احتفلوا مع اللعيبه. فالنهارده هي حاله، فالنهارده ربنا هيكرمك، والحظ اللي الناس بتقعد تقول لك ايه النادي المحظوظ ده، ما هو النادي محظوظ ربنا كرمه بالحظ ليه؟
جمهوره بيأدي دوره، إدارته بتأدي دورها من غير ما كل واحد يطلع يقول أنا أنا أنا. كل واحد بيبدي مصلحة النادي على مصلحته الشخصية. رئيس النادي بتاعه راجل محترم ما بيغلطش في حد، بيشتغل للنادي. أعضاء مجلس إدارة كذلك. مديره الفني لا ما بيتكبرش، النهارده بيشتغل وبيلعب وبيجتهد. لو أول مرة يجي يدرب في أفريقيا شاف الأجواء اتعلم منها. لعيبة النادي الأهلي نفسها كان عندها إصرار إنها تاخد البطولة الثالثة من 4 نهائيات عشان يبقوا جيل ذهبي تاني في الألفية اللي احنا فيها دي بعد الجيل بتاع حضرتك كابتن إسلام. فالنهارده ربنا سبحانه وتعالى لما بتاخد بكل الأسباب بيوفقك، فالحمد لله وفقنا بهدف النهارده. ده هدف ذكرى لكل الناس اللي حضرته في الملعب، ذكرى لينا كنا نفضل نفتكر إن البطولة دي جبناها من قلب كازابلانكا اللي هي نفس الملعب أو نفس البلد اللي احنا حسينا إن احنا لما رحنا مباراة من بطولة نهائي من مباراة واحدة ان اتظلمنا بسبب طريقة الاختيار. صحيح. مش صحيح. اي شيء اخر. الحقيقة مباراة او يعني من وجهة نظري هذه البطولة هي بطولة رائعة بكل المقاييس، ويستحق كل هذا الجيل من اللاعبين يستحق عليها التحية، ويستحق الجمهور ايضا التحية، ويستحق مجلس ادارة النادي الاهلي التحية، ويستحق كل من كان له دور اعلاميا قناة النادي الاهلي، كل المجموعة اللي كانت موجودة في قناة النادي الاهلي الحقيقة وعملت دورها خلال الفترة السابقة. انا ليه بقول هذا الكلام؟ لانه احنا ابتداء من يوم الاحد هنبتدي نركز على حاجة تانية. خلاص الاجازة هتخلص، اجازة اللاعبين يعني هتخلص، واللعيبة هترجع بالسلامة. هنشوف هنقدر نعمل ايه مع اللاعبين خلال الفترة اللي جاية، وبعد كده ان شاء الله هنبتدي بقى نركز على مباريات الدوري. فعشان كده كل واحد لازم ياخد حقه، وكل واحد يستحق ان احنا نرفع له القبعة. هنقول هذا الكلام، جمهور النادي الأهلي زي ما صبري وأيمن جلبرتو قالوا يستحقوا الحقيقة كل التحية كالعادة، كل التحية وكل التقدير من بعد مباراة سان داونز والهزيمة القاسية علينا الحقيقة في مباراة سان داونز. الأمور اختلفت تماما بسبب شيء واحد، التكاتف ووجود جمهور النادي الأهلي دايما في كتف كل لعيب من لعيبة النادي الأهلي، هو ده اللي خلاهم يرجعوا يكسبوا القطن 4 ولا 3 ثم يكملوا في بقية المباريات ونصل إلى المباراة النهائية ونفوز بهذا الأداء الرائع. هذه البطولة هي بطولة العجائب والغرائب بالفعل. ربنا كرمنا بسبب الحظ، الحظ اللي بيجي لكل مجتهد، وفي النهاية النادي الأهلي استحق هذه البطولة عن جدارة بشهادة الجميع، لعبة الوداد وجمهور الوداد قبل أي جمهور آخر. أنا بشكرك جدا يا صبري. قبل ما تشكرني في حد أنت نسيت تشكره. أطهر الطاهر. أطهر الطاهر تنسيت تشكره. ده أنا شكرته كتير، شكرته كتير، يعني مش عايز أقول لك إن أنا شكرته يعني كتير جدا جدا جدا. ويعني بس محمد هاني ضيع. ما بيفتكروش. وحارس الشناوي صد ضربة جزاء في الهلال. والشناوي صد الهلال. فيعني فهنشكر مين ولا مين ولا مين ولا مين، لكن عموما أنا بشكركم جدا. أنا بشكرك يا صبري وألف مبروك مرة تانية. شكرا جزيلا. بشكرك يا كابتن، ويعني يا رب كتر أفراحنا ودايما كل حلقة بكاس كده إن شاء الله. موعودين أنتوا على طول. شكرا أيمن على وجودك، ألف مبروك. شكرا، الله يبارك فيك ومبروك لنا كلنا. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع. يا رب دايما كتر أفراحنا، ويا رب دايما نحتفل، ويا رب دايما نفضل مبسوطين بهذا الفريق المحترم ومجلس الإدارة المحترم، ومن قبل ده وده جمهور يستحق كل التحية ويستحق كل البطولات. إن شاء الله يبقى أسبوع دايما كويس علينا. إن شاء الله نشوف حضراتكم بقى يوم الحد القادم. إن شاء الله تبقى حلقة بقى أو بداية جديدة من خلال بقى تركيزنا في الدوري العام، وربنا يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل في الدوري العام. بشكركم وان شاء الله اشوفكم على خير.